عشان نقدر نجري يعني. خلاص طيب الجريدز، الجريدات مقصود بيها التيبلز، خلاص دي المقصود بيها. وهنشوف طبعا طبعا ايونيك عشان بس الحته بتاعت الريسبونسيف وحجم الشاشات ولما يكون على تابلت ولما يكون هو الايونيك اصلا نازل مظبط نفسه ان هو اصلا موبايل ابلكيشن، فهو ما فيهوش الصعوبه اصلا حتى بتاعت البوت سترابنج. ابسط من كده بكتير، هو عنده على طول لما تيجي بتعرض على تابلت، لما تيجي بتعرض على موبايل، لما تيجي ده هو بيظبط نفسه يعني. ده الدنيا بسيطه جدا يعني، مش عنده المشاكل دي. فلو جينا بصينا مثلا على يعني سيمبل جريد، انت عايز تعمل سيمبل جريد، قمت جاي اعمل ديفاي، وجوه الديفاي دي، الديفاي دي انا عملتها اديتها كلاس، قلت لها ان انت عباره عن رو، فانا كده متخيل ان هي از رو في تيبل، خلاص كده. طيب وجيت جواها عايز اعمل بقى كولمز مثلا، هو بقى مش بعمل تيبل دلوقتي بتاع ال HTML، مع اني ممكن اقدر اعمله خلاص، بس انا ساعات بيبقى اولا في الديزاين عايز الحته دي تترتب، بترتب يعني عايز اعمل حاجه كده جنبيها حاجه وحاجه ثانيه مثلا، والحاجه الاولانيه ادي الحاجتين كده والحاجتين دول يعني مثلا عايز ايقونه صغيره وايقونه ثانيه جنبها صغيره، وبعد كده احط مثلا كلمه معينه فعايز اعملها بالشكل ده. فالمفروض عشان انسقها بالتنسيق ده مثلا انت عندك طرق كتير، بس هو بيقول لك ببساطه جدا في حاجه اسمها ان انا اقول ده رو خلاص، هم جاي محدد الكولوم الاولاني، الكولوم الثاني، الكولوم الثالث، واقدر اظبط بقى الاحجام بتاعه الكولوم الاولاني والثاني والثالث، خلاص الموضوع كده ايه اتظبط على طول اكنك اشتغلت على تيبلز يعني. فيجي انت عامل ديف ثانيه وتمديها كلاس وتقول ان ديت عباره عن كول، فيعرف على طول ده كولمز خلاص كده. وجاي هنا قمت مدي له كول 1 على فكره النهارده في شغل تقيل ورا، فمش عايزين ايه نحرق مجهود كتير قدام، ها يعني عايزين نجري كده عشان في شغل كتير ورا. هتخش على اندرويد الاول خلص الجريد ده، تخش على اندرويد. ما هي تقريبا اخر حاجه ولا لسه في بعدها حاجه؟ في حاجه بعديها؟ ايه؟ ادي الايه؟ زي ما احنا شايفين كده الايه شكل التيبل بتاعنا اكنه في جدول بالظبط، وكولم ورا كولم ورا كولم ورا كولم، مفيش فيه اي مشكله. ماشي. لو طبعا مش عارف ليه كل شويه معايا كده. لو انا جيت قمت عامل كده مثلا، تاخد بالك ان 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 مش معنى ان هم ورا بعضهم فهو هيفهم بعضيه. خلاص؟ ده بالنسبه له رو، ده بالنسبه له ايه؟ رو تاني. زي ما انت شايف كده هتلاقي بالنسبه لك اللي فوق كان رو متقسم على 5، تحت رو متقسم على 3، ملوش دعوه هو بالايه؟ بالقصص بتاعتنا دي. طيب كلام جميل. الكولوم دي ليها برسنتج، ليها ايه؟ برسنتج. هو عاملها كول داش 10 زي ما موجود عندكم، هتلاقوها موجود عندكم كول داش 20 25 33 50 67 75 خلاص؟ دي الايه؟ الكلاسز و80 و90، دي الكلاسز اللي هو حاططها عشان تقدر تظبط بيها الايه؟ تظبط بيها الابعاد بتاعتك. لو انا جيت طبعا هنتكلم دلوقتي على كذا موضوع، عرفنا دي 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 بتاعت الابعاد، هكلمك برضو وانا بظبط هقول لك ازاي اظبطها على كل 10 على 25 الى اخره. خلاص؟ لو انا جيت مثلا على سبيل المثال قمت جيت على كولوم من الكولومز الموجودين ده، مثلا الكولوم الثاني، انا كنت ظابطه ان هو كول صح؟ قلت له الكول داش اوف سيت داش كام؟ عندي بقى احط الايه؟ البعد اللي انا عايزه بقى من الابعاد اللي احنا قلنا عليها اللي هم بالظبط قلناهم من 10 كل داش 10 خلاص، و20 و25 و33 و50 و67 و75 و80 و90. طب واحد يقول لي طب لو حطيت رقم غير دول، جرب بقى شوف هيحصل ايه. خلاص يعني ما تعرفش كمان، حتى مش هيبقى بالنسبه لك يعني تيستد على الاجهزه الثانيه يعني، يعني حاول تلتزم بالابعاد دي. دي الستاندرد عشان دي تيستد على مثلا على التابلتس وعلى كده كله، وهيبدا لان هو اصلا ملوش، هي ايونيك هو منزل السي اس اس بتاعه خلاص، فهو منزل لكل ستايل اسم، فبالنسبه له ال 50 وال 25 وال 20 والكلام ده كله هو اسم مش رقم ولا قياس. فانت انك انت تنادي على 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 ستايل، هو يعتبر اكنك بتنادي على اسم مش موجود زي ما انت بتقول كده بالظبط. لما انا اجي اقول له مثلا ده 33، هو كده بيحاول ينادي على ستايل اسمه كول اوف سيت 33، فهيبدا يدور عليه في الستايلز بتاعت الايونيك، مش هيلاقيه، هيبدا بقى يشوف لو عندك انت ستايل
موجود ولا لا؟ ما لقاش انت وظروفك ما تعرفش يحصل ايه، ما تعرفش يحصل ايه بجد، ما تعرفش تبقى انت مش متوقع ايه اللي ممكن يحصل. مش هيطبق حاجه لو ما لقاهوش، يعني مش هيطبق حاجه هنعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه على حسب بقى اللي جنبيه واللي حواليه واللي ما تعرفش. عشان كده بقول لك اللي انت عايزه مش هيظهر، مش هيظهر او حتى لو ظهر يبقى ظهر صدفه، يعني مش هيبقى تمام، مش بايدك يعني. خلاص لاحظوا ايه اللي حصل بقى. كل تو بعدت خالص، كانت المفروض ورا بعدين على طول، طب هنا بدا يتغير معاك الايه البعد بتاعك. خلاص كلام جميل. طيب في بعد كده بنتكلم على حته مهمه جدا، البوزيشننج. البوزيشننج بتاع الحاجه كفيرتيكال او هوريزونتال. كفيرتيكال او هوريزونتال هو بيقول لك انت ممكن تشتغل على الرو بتاعك خلاص، بحيث انه يطلع الكولومز تحت بعض او جنب بعض، او تحس تعيد ترتيب الايه العناصر ذات نفسها. فهو بيقول لي انا مثلا لو عملت ديفايه وفيها كولم والتاني خلاص والتالت والرابع عادي جدا مفيش مشكله، جيت بعد كده في الرول اللي بعديه ظبط حاجه معينه وانا مش باين ان هو ظبط حاجه، صح؟ في المثال هنا عملنا كولم اوفست على 25، كولم اوفست 25 مفيش حاجه هنا، ما اشتغلتش على خالص على الحته اللي انا كنت عايز اكلمكم عليها اللي هي الهوريزونتال والفيرتيكال كده، ما جابش سيرتها خالص، يعني ما جابش سيرة ازاي ارتب العناصر كتحت بعض، مش جنب بعض. فانا الاكزامبل ما كانش فيه ولا ازاي جنب بعض ولا حاجه، لكن هو بيكلمك بعد كده على ايه. نعم ممكن يكون العنوان يعني متشفت يعني، فعلا. طيب لكن تعال خش بقى على فكره ايه، ان انت تدي يعني 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 تدي سايزز بقى، بحيث انت ممكن يكون عندك مثلا صوره مش عايز تخش تحت نطاق الابعاد اللي هو حاططها لك، فانت عايز تتحرك بحيث تواس تكبرها شويه تصغرها شويه الى اخره. خلاص فجينا يقول لك ايه، لو انت عايز تعمل كده ببساطه في حاجه اسمها دوت كول، وتحط الهايت بتاعك او الويتس بتاعك زي ما انت ايه زي ما انت عايز بالسي اس اس العاديه، بالسي اس اس الايه العاديه. فانا عمل رو وجه في الرو ده، وادي اول كولم عندنا خلاص، وادي الكول ده داش توب. حلو ماشي، وقال لك الكول ده، او تعال نبص كده على اللي هيحصل. حتى الان هو اصلا كده كده في التوب، طب مش فارق معانا. طب سنتر، لو تقول كول داش سنتر 2، لو جيت ارجع كده تاني معلش عشان اوريك اللي هيحصل الفرق، انا هشيل ده هو طبيعي، هو اصلا باي ديفولت هتلاقيه في النص، لان هو بيتكلم على البوزيشننج بتاع الكلمه والبعد، فهي كده كده مظبوطه. بس انت المفروض لو احنا عملنا زي ايه، زي بوردر، هيبدا يبان معاك ان الكلام بدا يتشفت سنه يمين او سنه شمال جوه نفس الايه، جوه نفس الخليه، جوه نفس السلم. لو انت مدي بقى الخليه كمان بتاعتك مثلا عرض معين، عامل له اوفست مثلا 25 او 50 او كلام زي كده، وجيت قلت بقى سنتر، او جيت اديته ليفت او اديته رايت، هيبدا يبان معاك هو بيتشفت جوه نفس الايه؟ جوه نفس الخليه بتاعتك ذات نفسها. طيب لو جيت قلت مثلا ده كده، بص سنتر، لو جينا قلنا يمكن دي تبدا تظهر معانا، كول مثلا باتوم، باتوم يعني ايه؟ تحت كده بقى بيتحرك على حركة الحاجة فيرتيكالي جوه نفس الايه؟ جوه نفس السيل بتاعته. فلو جينا عمل هوك باتن، ممكن لحضرتك اديت هاي الكل هيبان، اديت ايه؟ هايت ماشي، ما هنوسع لك دلوقتي، هوريك دلوقتي الهايت بتاعنا هيظبطه ازاي. هظبط لك دلوقتي الهايت بتاع الكولم مثلا، نكبره شوية بحيث يبان عليا لما يبقى الكولم شكله دلوقتي بيشتغل على الفيرتيكال. يعني ايه الفيرتيكال؟ لا يعني يعني مثلا كده، فيبقى في هنا عندي حاجه الكلام طالع فوق او الكلام نازل تحت، او الكلام موجود عندي في نص الايه، في نص الكلام كفيرتيكال مش كهوريزونتال. هوريزونتال يبقى يمين وشمال وفي الايه وفي النص، خلاص هو كده في النص مشترك مفيش مشكله عندي، لكن يمين وشمال يبقى انت كده شغال ايه هوريزونتال، ولما تكون فوق وتحت يبقى انت شغال ايه، تبقى شغال فيرتيكال. ماشي، لو جيت قمت قايل مثلا
انا عايز ادي بدأت تبان معانا، واخدين بالكم اللي حصل؟ نديتها كده بعد لقيت ان الاولاني نزل معاك تاني مكانه والاولاني نزل فوق. المفروض كان يحصل العكس، احنا مديني الاولاني التوب، احنا مديني التاني التوب ومديني دوت الباتم صح؟ خد بالكم من حاجه، هو الواحد والاربعه والخمسه كلهم في الايه؟ في صف واحد على نفس المستوى، على نفس المستوى. الكول 2 الكول 2 واخد فين؟ في السنتر، في السنتر. كول 3 هو واخد التوب، ازاي بقى كول 3 واخد؟ ممكن بدي عايز تقول ايه؟ عايز تعمله زي ما هو موجود عندك مثلا، تفتح له الكوزون وتديله كده؟ ستايل ده يبقى على الكلاس بتاع الكول. لا ما هو مش يعني هتبقى مشكله بصراحه. ممكن انا عايز ادي الديفايه هايت وهي تظبط كل الديفات الداخليه بنفس الهايت. انت عايز تقول مثلا، ما انا متفاهم ان انت عايز تقول، عايز تقول مثلا امشي كده مع كل ديفايه اديها الهايت بتاعها كده. بس هو الشغل العملي مش هتعملها كده. الشغل العملي هتدي كلاس بقى وتنادي. ما هي هي بس انت لما تيجي تتكلم في ايه؟ لما تيجي تتكلم في لما تيجي تتكلم بدات تظهر. بس انا عايز اقول لك حاجه، لما تيجي تتكلم في وان يعني في وان في وان اتريبيوت، ايه ان انا اعمل له كلاس فوق وانادي له؟ ما هو اتريبيوت واحد، فاهم ازاي؟ عويل ما فيش غيره عشان اعمل له كلاس فوق وانادي له يعني. بس هنا هو كده معناها اللي حصل بقى معانا احنا الحته ديت، ان الستايل بتاع الدفايه الكبيره ما خلاش كل الديفات اللي هتاخد نفس الايه؟ نفس الهايت. ما جوش كلهم بنفس الهايت. طيب هو كان في عندنا ان هو ماشي، هو ما بقاش يظهر معانا نوت اول غير لما احنا عملنا الشكل دوت. احنا ممكن نعمل ستايل مثلا ستايل شيت خارجي زي ما قلنا كده، ونعمل له كلاس وننادى عليه، مفيش مشكله. بس هيبقى ده الحل الوحيد يعني. هو حتى يعني لو احنا عملنا، انا فاهمكم اللي انا اقصده ايه يعني. لو انا عامل ستايل مثلا عندي مين ستايل اهو صح، مين دوت سي اس اس صح، قمت جاي عايز اضيف عليه ايه؟ ستايل معين، فادي له مثلا ايه؟ كول هايت مثلا، هنسميه كده دوت الاول عشان انا ما كنتش معاكم في حكايه الستايل اسمها ايه؟ معلش احنا فتحنا ملف غلط اصلا من اوله. احنا المفروض خلاص يا عم، خلاص انا غلطان فايل، واعمل اوبن فولدر عشان يا عم مش ما تسيفش. طب انت هتقعد معلقني كده طيب ولا تعمل ايه طيب؟ دوت سيف ماشي. قمت جايب الايه؟ الفولدر بتاعي. لما انت بتعمل كده بيفتح لك البروجكت بتاعك بقى كله. يعني هتلاقي هنا اسم البروجكت بتاعك اهو خلاص، فاهمني؟ وادي الفولدرات وادي الايه الملفات كلها بقى. فانت كده بتمانج كل الملفات من الابلكيشن. مش كنا فاتحين ملف كده بس، كنا فاتحين ملف كده جوه الابلكيشن بس مش اكتر يعني. لكن لو دخلت جوه دبليو 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 ده الاقي ادي الاندكس بتاعتي صح كده، وانا كنت داخل على السي اس اس صح، على ستايل. لقينا الستايل اهو، بسم الله ما شاء الله ايه فاضي خالص، لسه ما استدعيناش بقى، ما عملناش فيه اي حاجه. عملنا دوت اللي هي سي اس اس سيلكتور. سي اس اس سيلكتورز في بقى انواع للسيلكتورز، انا قلت الناس المفروض تبقى عارفه يعني خلفيه شويه عن ال قلت له مثلا كول يعني، المفروض تبقى عارفه اقصد يعني ايه خلفيه شويه عن السي اس اس عموما يعني، حتى لو ببساطه يعني مش لازم نخش بالتفصيل. فانا قلت هنا ان في حاجه اسمها كده، انا عملت كلاس واجي جواه مثلا قايل هايت
ولايت دي ايه كنت مديها مثلا 200 ايه 200 بكسل خلاص. ممكن ادي لون ادي مش عارف ايه ادي شويه حاجات يعني شويه اتريبيوتس يعني شويه روبوتس بس بتاع السي اس دي والباس اللي احنا بنتبع ده جافا بلس هي لا دي هنعمل زي اللي هم منزلينها جاهز سي اس اس وايه تاني الباس اللي احنا بنتبع ده يعني اصلا جاهز. بص بتاعت الايونيك اصلا دي يعني مجموعه يعني زي ما تقول ايه شفت شوت بوت ستريب مثلا يعني هو بيبقى منزل مجموعه ستايل خلاص هو مظبطها يعني هو احنا هنحط دلوقتي عشان نجرب لا هو مظبطها حاجات كتير جدا ومظبطها على ابعاد الاجهزه ومظبط الاحجام بتاعتك كل حاجه فهو بيوفر عليك وقت انك بس تنادي وهو هي ايه يعني كانك يعني بلس بلت ان مثلا يعني باكج 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 جاهزه خلاص موجوده ونازله وانت بتستخدمها بس بدل ما تقعد تعملها وتقعد تظبطها وتستها على كل ديفايس وتعمل مش عارف ايه لا فهو خلاص مظبط لك كل الكومبوننتس دي بحيث تقدر تعمل عليها اي حاجه عندي هي هي نفس الفكره بالظبط هي هي بس دي معموله مانوال بالظبط كده فهو مديك المفروض مديك كل الايه كل الاوبشنز اللي هي ايه اللي الكومن اللي الناس كلها اللي هي شائعه او الناس كلها بتشتغل عليها خلاص. طيب لو جينا دلوقتي نوت ايه الاندكس هاجي اعمل ايه هنا يا جدعان ها هنادي على ازاي تبقى فين جنب اي كلاس موجود عادي جدا بس الفرق ما بين تو كلاسز ايه هو ان الكلاسات اللي احنا التانية بننادي عليها ديت كانت ايه اللي هي ايونيك كلاسز اللي هي البيلت ان اما لما نيجي دي نوت كده تقوم عامل كده تقول كول هايت بقى كده بالنسبه لي ده عباره عن ايه هو عارف مكان الملف منين بقى؟ احنا قلنا الكلام ده احنا قديم الكلام ده قلناه في الهاي قلناه لما نيجي نخش هنا في الهيد ايوه ما انا فاهم الكلام ده هتلاقي فين احنا؟ فوق انا مش شايف اهو هتلاقي ان هو بينادي هنا ده الاساسي بتاع ايونيك سي اس اس دي اللي هي الملفات البيلت ان وادي الستايل دوت سي اس اس اللي هو اصلا جوه سي اس اس فولدر اللي احنا اصلا دخلنا جواه وعدل هو كده مشير للملفين ملف البلت ان الاساسي والملف اللي احنا بنايه لينا حق ان احنا ايه نعدل فيه. لو روحنا كده ما ينفعش انت طبعا اعمل كلاسين جنب بعض يعني تعمل كلاسين جنب بعض نادي على كلاسين يعني استخدم كلاسين ديب مثلا واستخدم فيها كلاسين ما هو ده اللي انا عامله دلوقتي لا قصدي يعني يحط كلاس وبعد كده يحط جواه خلاص وبعد يحط كلاس تاني ما هو ده اللي عاملينه يا عم ما احنا هو عندنا ما ده كل ده ما هو ده كله على كلاس واحد لا طبعا هم كذا كلاس كذا مسمى لكن قصده يعني احط كلمه كلاس يعني الاتريبيوت تاني اسمه كلاس تاني لا انا بسال على كلاس كلاس يعني محتوى مش كلمه كلاس ايوه ما هو ده ما هو كل ده ده كلاس مش احنا لسه عاملينه ده معمول في ايونيك خلاص والكول توب ده كلاس تاني معمول برضه في ايونيك اما يعني كل هايت ده احنا عملناه في ملف تاني بتاع السايت فاحنا كده نادين على اكتر من كلاس نفس المكان. ممكن بقى نتكلم بطويله بقى ان لو في حاجه حصل كونفليكت ما بين الكلاسين في اتريبيوت معين ممكن يكون مثلا في الايونيك مدي باك جراوند مثلا زرقاء واحنا مدين باك جراوند حمراء وادينا له الكلاسين مع بعض ونبدا بقى نقول بقى ايه هياخد اللي تحت هياخد اللي تحت اللي هو نادى عليها ثاني مره بالظبط بس احنا ممكن ده امبورتنت بقى امبورتنت عشان نقدر نقول انه الاولى او ليه الاهميه يعني خلاص الاولويه في التنفيذ. طيب الحته بتاعت الريسبونسيف في الاونيك ريسبونسيف لو جيت بسرعه كده بصيته معايا عشان الحته دي انا اقراها كده واركز فيها بيقول لك ايه في الاونيك جريد طبعا كله بيبقى متظبط ريسبونسيف يعني ايه ريسبونسيف معنى كلمه ريسبونسيف يعني بيعيد تشكيل نفسه على حسب حجم الشاشه اللي بتعرض فيها بيعيد ها تشكيل العناصر بناء على حجم الشاشه اللي بيعرض ايه اللي بيعرض عليه خلاص. فبيقول لك في 3 كلاسز عندنا اصلا الايونيك نازل بالثلاث كلاسات بس مبسطين جدا بيظبط نفسه عليه هو بتكتب ريسبونسيف داش السمول والميديوم واللارج خلاص. فبيجي يقول لي ايه لو اخترت ريسبونسيف اس ام اللي هي سمول يعني خلاص فيبدا يظبط لك الكولمز بتاعتك في 1 رو خلاص. ودي المفروض تتعرض معاك على لاند سكيب فون خلاص تتعرض معاك على لاند سكيب فون عادي مفيش فيها مشكله لو التليفون عادي يعرضها الريسبونسيف الام دي
ده بيقول لك هيبقى اقل من البورتريت بتاع التابلت شويه. اوكي بيوريك الاحجام انت المفروض طبعا تجرب يعني المفروض تبدا تجرب ده وتشوفه اللي هو اقل من البورتريت اللي هو الايه كده يعني خلاص لاند سكيب كده بالعرض والبورتريت اللي هو الايه يعني جهازه هو مش معمول له يعني روتيشن خلاص. اما بقى اللي هو اللارج دوت ده بقى بيتنفذ علشان يبقى معروض في شكل التابلت العادي. ولو انت جيت عملت التابلت بتاعك لاند سكيب هتلاقي مش مكمل هيبقى واخد جزء من اللاند سكيب تمني يعني مش هيبقى الا بقى لو انت مكبر الجدول قوي يعني هتبقى انت عامل حسابك في دي. طيب فلو جينا هنا جربنا هنجرب على الريسبونسيف جريد على صغيره ونبدا نفتحها على كذا جهاز ونشوف هتقدر تتحرك معانا ازاي تتغير معانا ازاي. فاحنا جينا على كلاس من الكلاسات اللي احنا كنا عاملينه مثلا الرو ده خلاص وجيت قلت قايل ايه ريسبونسيف سمول خلاص كده. وكويس ان في رو ثانيه احنا شايفينه على ايه؟ ده العرض بتاعه دلوقتي احنا بنتكلم على اللي فوق بس خلاص. لو جينا قلبنا بدا يوزع نفسه عادي جدا زي اللي تحت مش مشكله خالص. تعالى بقى سيبك من الايفون مثلا وتعالى خد ايه؟ الايباد مثلا هتلاحظ في الايباد ايه؟ لا هو بيظبط نفسه على قد ايه؟ ودلوقتي لما كنا الريسبونسيف اس ام هيظبط نفسه على السمول ديفايس بس؟ لا يعني مثلا انت فاهم انا عارف انا مثلا قول الاستراب مثلا بكتب في السمول ديفايس اعمل مثلا كولم 6 مثلا في اللارج مثلا اعمل خد 12 فلو هنا بحدد السمول بس فهو كده هيتظبط على السمول على السمول او على الميديم او على الايه؟ لوحده او على اللارج لوحده. هو اصلا مظبط ده ايه؟ الفايده ده هو بيتظبط اصلا هو الفايده انت تكتب السمول ان هو بيبقى مظبط نفسه على الحجم بتاع الاجهزه السمول ده الديفولت بتاعه. لو انت بقى عايز تعمل حته بقى الايه الكل ان انا مثلا زي ما كان عايز اقول ايه انا مظبطه مثلا تعالى كده نقول مثلا احنا مظبطينه لارج بقى ماشي عايزين نظبطه لارج فالمفروض ان هو مظبط نفسه اللي عملنا ده على فكره ان هو اصلا في الاساس هيتعرض على اجهزه ايه على اجهزه لارج. احنا بقى مشكلتنا فين هتبان معانا لما يبقى فيه داتا كتير على فكره عشان تبدا تبان معاك. انت بقى عايز بقى مثلا لما الداتا تبقى كتير وبدل ما هي كولومز جنب بعض تقلب لي بقى كل كولوم في رو لوحدي مثلا صح كده ولا انا غلطان فهمت حاجه ولا ما وصلتكش يعني ايه؟ انا بالنسبه لي عادي مفيش مشكله هو بياخد زي كانه واخد بالسنتر بيظبط نفسه مش مشكله خالص. اللي انا عايز اقوله لو انا عندي داتا كتيره معروضه خلاص وبتتعرض وانا اصلا مظبط نفسي ان انا اشتغل على لارج سكرين انا مظبط السيستم بتاعنا بيشتغل على تابلت وفي حاله ان هو اتنقل على تليفون فانا عايز بقى بدل ما كان مثلا العمود الاولاني الاسم العمود الثاني السن الثالث العنوان ثلاثه مش هيبقى باين لو سته وثلاثه فانا عايز اقوم قايل لا 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 هيتحط لي بقى في التليفون الاسم ده رو لوحده وينزل بقى الايه العنوان لوحده تحتيه فغيرت اصلا شكل بقى الايه شكل التنسيق بتاع العرض بقى ذات نفسه كله اول عن اخر لما يبقى الحاجه مثلا اسم لارج او كده خلاص. لو انا جيت ده اللارج طيب في حاجة برضو وقع اللي هي ان انا بس عايز افكر حاجة تانية كنت عايز اقول لكم ماشي قولي قولي على تابلت وبعرض المنتجات بتاعتي وانا بعرض المنتجات فانا ظابط نفسي مثلا ان انا بعرض صورتين او منتجين في او ثلاث منتجات على التابلت مثلا خلاص. لما جيت اعرض على الموبايل لقيت ان الثلاث منتجات ظهروا في الموبايل بقت ايقونات يعني مش باين حاجه
قلت لا انا عايز اظبط بقى ان ايه ان كل صوره تاخد هي تقل تاخد هي تاخد السكرين لان مفترض ان انا عارف ان الشاشه بتاعت الموبايل عايز اعرض بقى كل واحده لوحدها كل يعني كل صوره مثلا فرو لوحدي بدل ما كانت ايه بدل ما كانت في كلها جنب بعض بنحطها تحسبا مش تحسبا يا جدعان هما يعني هو ده اصلا هو ده اصلا اساس انك تشتغل حاجه ريسبونسيف يعني خلاص انك تظبط لو تغير البعد بتاعك اعمله بالشكل ده لو تغير البعد بشكل تاني اظبطه بالشكل ده فهمني ده قصدي او في انت خدت انا نسيت الدبل بوزيشن ذات نفسها اصلا انتوا قاعدين مركزين معايا انتوا زي الفل ايوه طيب اهو بقى يظبط معانا كده على اللارج بص بقى يا باشا احنا بس كنا كل اللي مش عايز يظبط معانا بسبب ان احنا كنا بنكتب بره الدبل كوتيشن ومفيش ولا واحد فيكم قاعد جنب بص ولا لا واحد طب احنا الشاشه هنا مش واقفه اساسا طب انا اصلا نظري رايح من كام سنه فات مش تبقى متابعني شويه بص احنا بس كنا ناسيين الدبل كوتيشن من بره بس فكان مش شايف لما حطيناها كده بقى بص لما يجي يعرض هنا لو جيت مثلا اخدت مثلا ايباد على لاند سكيب جه معاك خد بالك بقى افهم بقى المفهوم ده كنا بنحكي فيه من شويه لما جينا عملنا مثلا الاي على التابلت ايه اللي حصل؟ جابوا لي رو عادي كده زمان قايل له اصلا اي حاجه اقل من كده بقى هيبدا يظبطوا لك ايه؟ تحت بعض لان هو مش هيقدر يعرضه لو جينا مثلا نزلنا مثلا من ايباد حطيناه على ايفون مثلا هتلاقي اللي حصل كله بقى يحطوا ايه؟ يحطوا تحت التاني حتى لو عملته مش لاند سكيب عملته حتى بورتريت عادي لقيت كليكي تحت بعضيه انه مش قادر يعرضه على هيئه ايه؟ على انا عامله لارج اللارج صح برضه ازاي بقى هو ده الصح عشان انا في الموبايل هنا عايز اعرض برضه البيانات تكون بشكل كده تاني اكتر حاجه الميديا لو ليه ايه يعني مش عايز صف عايز مثلا اعرضها على الاقل عايز اسمعه عشان افهم منه عايز على الاقل اعرضها اثنين او ثلاثه برضه زي وكمان على الشكل الكبير اسمه صف اثنين او ثلاثه مظبوط مثلا بص ما انت كده كده سي اس معاك مفتوح ما بقولكش لا بس انا بتكلم على الايونيك بجهزه لك بص انت عندك جريد بتظبط شكل الجريد ده وشكل الكولمز والكلام ده كله خلاص انت كده كده عندك الابعاد اللي احنا خدناها اللي هي ممكن اقدر اظبط بيها اللي هي 50 75 مش عارف ايه واقدر احدد العرض والطول بتاع كل حاجه فانت ممكن تستكفي بانك تيجي على رو وتقول ده 75 وده 25 فدي لسه معاك يعني دي لسه معاك مباشره مش محتاج فيها ان انا اعمل بقى ريسبونسيف ومش ريسبونسيف وكلام من خلاص وعندك الحته الثانيه ان انت ايه لو انا شغال على تابلت باي ديفولت وعايز لو قلبت على موبايل عادي فطبيعي يبقى حجمه اقل فكل الروز الطويله دي اللي انا حاطط كام رو انا حاطط كام كولم في الرو انا حاطط خمسه فانا مش متوقع ان الخمسه لما يكون فيه مثلا الاسم ورقم تليفون ومش عارف ايه مش متوقع ان هم يقدروا يجوا على الموبايل اصلا يعني لو انت تخيلت ان هي داتا حقيقيه هتبدا تاخد معاك تاخد بالك من الكلام يعني اسمك ايه؟ تمام؟ ده اسمك لوحده كارثه مثلا حلوه 014 مش عارف 014 قلت مثلا ييزا مثلا ومش عارف ايه لو عملت احط داتا حقيقيه كده هتلاحظ بقى الايه؟ هتلاحظ ان فعلا ما ينفعش يجوا جنب بعض اذا لو كان على تابلت فهمتني؟ لو في داتا حقيقيه يعني طب لو حط صور مثلا وعايز الصور دي كارثه ثانيه لا لو صور ممكن احط صور ثانيه عادي مثلا في الايه؟ لو بعرض مثلا الابلكيشن بيجيب داتا من الموقع او الموقع. ماشي وطبعا مش هعرض في كل خبر يبقى صوره واحده عايز مثلا صوره او صورتين تحت ده فين ده في الموبايل؟ والهيد لاين او انا ما شفتش حاجه كده عنها زي الموبايل يعني هنعمل بقى الحاجات دي نعملها ايه يا ابني هو يعني اغلبيه الموبايل لما تيجي تعرض خبر هي صوره ويا عيني كلمه تحتيها او كلمتين ان انا اعمل رو لكل حاجه يعني اخرج من بره الويب اللي انت بتفكر فيه ماشي يعني عمال بيفكر ثلاث اربع صور وحط يا عم ثلاث اربع صور ايه انت ما انت ناقص تقلب بالموبايل وتنزل تشوف الجوال هو فيش ايه في سلايدر طب انا ممكن احط سلايدر المهم بس انا كل اللي عايز اوضحه عشان بس ما نقعدش نتشتت بره الموضوع يا شباب بعد اذنكم نعم
ماشي. ده عامل فرو واحد اهو، ده اثنين اثنين ماشي. المشكله ما ده موجود عندك، ما قلت لك عليه مش واجب. ما انت ممكن تعمل 50 ده 50 و30 على طول بقى مثلا. ما ده ممكن تظبط، انت ممكن تظبط بالاحجام دي. هو بقى يتظبط لو حطيت ممكن تبقى معايا شويه. انت كده كده ممكن تظبط الابعاد زي ما انت عايز، لكن انت بتتكلم في الريسبونسيف لما يتنقل انت شغلك على تابلت وعايز تنقله على موبايل، او انت موبايل والراجل قلبه على تابلت. انت بتتكلم هنا في المنطق ده بس، مش اكتر من كده. خلاص، فانت ممكن بقى تجرب بقى وتشوف كل واحده من العرض بتاعها هيبقى ماشي ازاي. لو جينا عملنا كده اهو هنا، بص لو جيت عملته على الايباد بدا يجي معاك ايه. خدت لكم الفكره؟ جالي هنا عبد الله رقم تليفونه والجيزه ومش عارف ايه، مفيش مشكله خالص. لكن لما جيت حطيته وعشان معمول لاند سكيب، كمان لو محطوط بورتريت برضه هيبقى معروض عادي جدا. لكن لما تيجي تحطه بقى تنزله على 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 على, على, على جهاز موبايل، هيبقى من الصعب ان هو يتعرض. دول كلهم لو جم جنب بعض مش جنب بعض، هيطلع بره التليفون. ان ازاي فرق الف ده مش معناه ان هو دي الطريقه الوحيده. انت اصلا عندك الطرق القديمه موجوده، فهمتني ازاي؟ الطرق الثانيه موجوده ايه. اه دي الطريقه الجاهزه اللي بتوفرها يعني. طبعا احنا بالنسبه للايكونز فانا مش هعيدها تاني، ان احنا خدناها اصلا، ان انا اقول ايكون واحط الايون ستار، الايون مثلا هوم الى اخره، مفيش فيها مشكله خالص. طيب اخر حاجه بس بنتكلم عليها البادنج، والبادنج دي باي ديفولت لما تيجي تحط عنصر مثلا. لو جيت حطيت مثلا ده اخر حاجه ناخدها في الوقت ده يعني، حطيت مثلا باتن كده. طبعا انت لسه مازال برضه عشان يعني الناس تبقى متفاهمه، هو دايما بنشتغل على بادنج او مفيش بادنج. لكن انت اصلا في عندك ممكن تحط بادنج، في بادنج فيرتيكال بس، وفي بادنج على الهوريزونتال، وبادنج بس في التوب، وبادنج في الباتم، وبادنج في الليفت والايه والرايت. خلاص ده ممكن كل دي كلاسز ممكن تحطها. فانا مثلا لو جيت على باتن مثلا او ديفاي، او ناخد ديفاي من الديفات اللي عندنا وخلاص عشان مفيش وقت، وجيت قمت قايل مثلا ان انا عايز اشتغل على بادنج ايوه، قمت قايل بقى عندك بقى اول ما قلت بادنج مثلا داش فيرتيكال مثلا، خلاص فكده تعمل لي ايه مسافات من فوق ومن ايه ومن تحت. هوريزونتال تعمل لك على اليمين وعلى ايه عشان عندك بقى التوب والليفت والرايت والكلام ده بس. وممكن بادنج بس، وبادنج بس هيبدا يعمل لك ايه، هيبدا ياخد حيز بس. طبعا الشباب معانا نوت عشان تظبط لنا، عم يظبطنا فوق بالنسبه لحاجه ولا نعم. لو عايز تخش بالنسبه بقى اكتب بقى اللي اكتب السايل شيت اللي انت عايزه. هو بيدي هنا بيديك الحاجات الجاهزه يا شباب، اللي هو لان خد بالك برده في حاجه، برده في فرق ما بين الويب والموبايل. في حاجه الموبايل ما مش تعمل بادنج يعني، فهو مظبط البادنج الطبيعيه خلاص، ومظبط لك بقى على اليمين وفوق ومن تحت ومن على الشمال مش عارف ايه. وده دايما انت في الغالب بتبقى بتمشي في الاطار ده. لكن لو انت عايز تعمل بادنج بقى بس ايه اكبر سنه، اكتب بقى فاهمني ازاي، روح انت اكتب ستايل بقى براحتك فاهمني ازاي. في ايه؟ مارجن. ما في مارجن طبعا عادي، بس هو اللي بيكلمك في البادنج، لان هو ظابط البادنج على الموبايل ابلكيشنز. هو حاطط في بادنج يعني في سي اس اس كومبوننتس هو عاملها جاهزه للبادنج، بس المارجنج مش حاطه. معنى كده المارجنج مش شغال؟ شغال والله، مش حاطه، مش حاطه ك ككلاسز جاهزه او ككلاسز جاهزه في الباكج. خلاص كده؟ مش هتعملها في الاخر، لانك انت زي ما قلت لك هو يعني هم بيفكروا ازاي؟ بيشوفوا الـ يعني الـ يعني خد بالك يو اكس كيو اكس، انت بتشوف الناس معتاده على ايه في الموبايل، فهم بيدرسوا ده وبيعرفوا ان في الاخر عندك الابعاد هتبقى كده هتبقى كده، فبيبقى احتمالاتهم معدوده خلاص. مش زي مش زي الويب انك تعرف في عندك شاشه كبيره والعب وابتكر فاهمني ازاي. لكن هنا لا، هنا عندك ابعاد محدده، فهو بيجيب لك شويه حاجات جاهزه بحيث انك تسرع الايه شو بتاعك. لكن كل الستايلنج كل السي اس اس اللي موجوده اصلا ما زالت موجوده. وفي حاجه اسمها نبهت عنها في اول مره اسمها ساس، دي حاجه ثانيه ممكن تضيف لك كمان شغل ثاني خاص بالايه بالستايلنج. فالدنيا ما وقفتش عند ده خلاص، ما وقفتش عند كده. احنا بس خدنا البيزكس او المبادئ الاساسيه للموضوع، فكده احنا شرحنا الاساس كويس عشان